مساء الخير مشاهدين الكرام، وطبعا رحب بكم في حلقة جديدة من هاشتاج بالعراقي. عنوان هذه الحلقة الحقيقة يعني إذا كنا نريد عنوان إعلامي فهو ما راح تشوفوه أسفل الشاشة، وهو إلى متى يبقى المواطن أو العراقيون محرومون أو محرومين من خيراتهم. بس إذا تحكيها بالحسكة العراقية نقول إلى متى، مع احترامي لكن هي الأمثال تضرب ولا تقاس، يبقى المواطن العراقي يحمل ذهب ويأكل عاقول. لأن بالتالي اليوم إحنا لما نحكي عن المواطن العراقي يملك هو ثالث أكبر احتياطي نفطي العراق، لديه من الخيرات إذا كان بالنسبة للزراعة، وكان طبعا هذا نحكي كان من الزراعة، كان من الصناعة، كان من السياحة، والآن أيضا يملك موارد لا تملكها دول مجاورة للعراق. ولكن هذه الدول المجاورة للعراق اليوم حالها وحال مواطنها أفضل من حال المواطن العراقي، يعني ما أريد أقول صيغة مبالغة ألف مرة لكن بمرات كثيرة. في ظل تعدد مصادر الدخل بالنسبة للعراق يبقى العراقي مستوى أو معدل المدخولات أو راتبه أو المبالغ اللي يتقاضاها بالدولة العراقية هو أدنى من الجميع. بس التساؤل اللي دائما ينطرح لما هذا المواطن أو الموظف، وأنا لا أبرر لطرف على حساب طرف بس هي تساؤل نسأل إحنا، ويعني طبعا سؤال يقول لك مو حرام، هسه المواطن هذا العراقي البسيط اللي قد تسول له نفسه أن يأخذ رشوة، يسرق، ممكن يتحايل، وهو راتبه ما يتعدى الألف دولار أو خلينا نحكيها بالعراقي تقريبا حوالي 1,200,000. ليش يتحاسب وينسجن ويتحاكم بينما عندنا بعض السياسيين راتبهم يطخ 30,000,000 25,000,000 وفاسد، يسرق، يتحايل، وممكن ياخذ رشوة بس ما يتحاسب؟ فاحنا ليش نعتب على هذا اللي راتبه؟ يعني هو بالمليون و200 إذا سرق فراتبه متدني مثلا، طبعا قلت لكم لا أبرر لأحد على حساب أحد بس هي المقارنة. يعني اليوم أتحدث عن موظف فاسد وسياسي فاسد، سياسي فاسد يتقاضى 20,000,000 دينار عراقي، عنده حمايات وعنده تفاصيل وعنده ياخذ بيوت وكيف يبيع بيوت، مثل الخبر اللي شفناه قبل 3 أيام، واحد مطبية زوجته، هو مشتري من أملاك الدولة ما أدري هو محصل عليه وبعدين مطيه زوجته وهسه رجعوا لها، هذا من حاسبه؟ يعني الحوت فساد من حاسبه؟ بس نحاسب الصغار اللي هم موظف وهذا نطلع عليه وانت وفاسد ونشهر بيه ونطلع بالتلفزيون ونقول يا بتر هذا فاسد ومخوشات ميه وهيش سوى. اوكي انا ما عندي مشكلة حاسب الصغير مثل ما تحاسب الكبير، او حاسب الكبير عفوا مثل ما تحاسب الصغير، وخلي يكون الحساب بين الموظف البسيط او الموظف في الدولة العراقية مع السياسي نفسه متساوين، لان الكل اليوم قد تكون عنده من نفس سيئة وممكن أن يسرق، يأخذ رشوة، يتحايل على المواطن العراقي الآخر في سبيل أن يحصل مبالغ مالية. هذا من جانب. جانب الآخر، ليش اليوم الموظف اللي يخدم بالدولة العراقية 10 سنين 20 سنة راتبه ما يمثل غير 5% من القاضي السياسي اللي يخدم 4 سنين 8 سنين 10 سنين ممكن 15 سنة؟ بس هذا يختلف عن هذا. ليش؟ لأن هذا مواطن عراقي لازم نحاسبه ونأنبه ونحاكمه ونعاقبه، بينما هذا لا، ما ممكن إنه إحنا نجي عليه. والسياسيين نفسهم البعض من عندهم كان يحلم أصلا، يحلم حقيقة هاي حلم أن ممكن هو يكون جزء من الدولة العراقية ويتقاضى راتب. اليوم هو مو يتقاضى راتب، يتقاضى رواتب. ليش؟ وشنو نفسرها؟ إلى أن يتقاضى رواتب لأن هو عنده راتبه وراتب المكتب مالته وراتب الحمايات، وهاي من غير طبعا الكومشينات منا، مشي شغلة لفلان منا، سوي فلان سالفة منا. أقول البعض مو الكل، لأن أكو جزء من السياسيين جيدين، يعني لما رحم ربي اكو من عندهم، والحقيقه يمكن انا اعرف لي يعني عدد قليل ما يتعدون
أصابع الإيتين يعني ممكن أو شوية أكثر جوز. بس بالتالي عندنا اليوم شخصيات سياسية لا يعني عليهم ألف علامة استفهام. فوجود النفط أصبح طنبة كبرى على العراقيين. أنا اليوم كمواطن عراقي إذا انباع البرميل بمية ما مستفاد، انباع بسبعين ما مستفاد، انباع بعشرين أتدمر. شون؟ لأن إذا انباع بمية فللسياسيين، بسبعين للسياسيين، بخمسين للسياسيين، بس مين انباع بعشرين؟ وين يتجهون؟ لأن حتقل نسبهم المئوية أو تقل مبالغهم اللي تقاضوها من العراق، فوين يذبها على المواطن؟ خلي المواطن وياه يتحمل. هو من كان عالي ما يتحمل وياي، ما يعطيني اللي هو ياخذه، بس من ينزل لا لازم انا اتحمل، وانا اتحمل الجزء الاكبر لان المواطن العراقي مغضوب عليه، لازم اتحمل. على مود هذا السياسي يبقى قاعد على التبريد، سيارات 2018 توديه وتجيبه، عنده فد ابها 10 يطلعون قدامه، واكو واحد ما اعرف ليش هذا دائما يدفع بالعالم، ولازم يبقى هو بهذا البرستيج، وانا المواطن العراقي اتحمل الصيف، اتحمل برد الشتاء، اتحمل ماكو خدمات، أتحمل كهرباء ماكو، أتحمل مدارس وتعليم مستوى تعليم ضعيف، وأتحمل سوء البنى التحتية الموجودة عندي بالبلد، وأنا كصاحب أرض أكثر من أحقية بهذه الأرض. ها كل التساؤلات اليوم. طيب خلينا نبلش ناخذ اتصالاتكم بوجهة نظركم في موضوعنا لهذا اليوم. أبو مرتضى من بغداد، تفضل أبو مرتضى. أبو مرتضى وين أبو مرتضى؟ أبو مرتضى يعني بالكنترول سمع صوتك أبو مرتضى. طيب عندنا كل أربع سنين نحس الحياة وردية، نحس القوى ربيع وكل شيء بديع، أثلي على كل المواضيع دائما كل أربع سنين. شو وقت؟ يوم الانتخابات أو قبل الانتخابات بشهر، شوف دعاية انتخابية ووعود يا الله، يعني بساعة أنت هيجي لا إراديا تحس نفسك أنت هيجي شلت خشمك كعراقي، قولها وين وش راح يصير بينا، شنو هالوعود هذا اللي يحمي علينا، وشوية يزيدها يزيد الدوز ما تشذب، ويقول لك أنا وأقدر أسويك أنت هيك، وراح أجيب أبراج وأحط مدري وين بغداد، راح كلها شيلها سوي مجمعة سكنية، ما أقبل أني إذا مو سعر البرميل 110 بمية، وأني راح أزيد من دخل الفرد، سوي لكم ضمان اجتماعي وضمان صحي والمستشفيات بالمجان، مستوى تعليمي عالي. تحس هالدنيا تخبل شهرين ولا أن أنا أنصدم بالواقع وأكتشف إلى أنه هذا السياسي الكذاب كان يكذب عليه. فهاي واحدة من السوالف. طيب ناخذ اتصال عندنا مجيد من بغداد، تفضل مجيد. الو الو نعم مجيد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اهلا مجيد. العفو ألاحظ يعني دائما على لسان أعضاء البرلمان أي لأنه ميزانية 6-4 على فهذه خلال يعني يخدعون. أنا أصور يعني حتى أي مؤسسة لأنه الميزانية التقريبية ما طيب الدوائر مجيد أنا أعتذر من عندك كش مدى أفتهم والله يعني صوتي قطع كلش ومدى إذا هاي ممكن مرت الأخ خابرني. مجيد ذكرني ب يعني أحد السياسيين لما يحكي حقيقة إحنا في سويناها في أيام الانتخابات وكانت فقر الحقيقة يمكن لاقت استحسان الكثيرين، يعني أنا أشوف من خلال التعليقات اللي هي حافظ مش فاهم. فالسياسيين تلقاهم شون هسه الشبكة ضد حديث مجيد أن يعبر عن وجهة نظرة، تحسه هو مو مقطع من الشبكة، يعني مو صوته انقطع من الشبكة، هو ما يعرف يكمل الجملة، يحكي سالفة وبعدين يرجع يصفن بها. يعني مثلا
واحدة من الوعود الانتخابية، وهذا طبعا أنا بدي أحكيكم عن الوعود الانتخابية لأن دي أقارنها باليوم، لما خيرات العراق بهذه الطريقة وبهذه المبالغ اللي ترصد إلها، وذاك يوم سيدة ماجد التميمي بتقول إذا بقت الموازنة بهذه الطريقة إحنا راح نطلب للدنيا كلها، يعني بعد 70 جيل يظل يدفع بس بالديان اللي أخذوه السياسيين اللي إحنا ما شفنا من عنده شيء. بالتالي واحد من عندهم شو يقول؟ يقول سنجعل التعليم مجاني وصولا إلى الجامعات. طيب انت سويت تعليم مجاني على عيني وراسي، جيده وعاشت ايدك وشكرا جزيلا. طبعا بالمناسبه هذا السياسي فاز ولحد الان خانس، ولا سمعنا له حس ولا حتى تصريح ولا شفنا له صوره، وذاك الاخوان في غرفه الاخبار كان هو مصرح ما ادري تصريحه، فدوروا على صوره ما لقوا له. المهم فهذا الشخص لما تقول انت مجانيه التعليم، طيب انت هل عندك اليوم الامكانيه في موازنتك، موازنه العراق، ان تتحمل مصاريف هذه المؤسسات التعليميه؟ يعني احنا قبل كم يوم شفنا من خلال نشره الاخبار في قناه التغيير الى انه اكو اشخاص مسوين مبادره، شكرا جزيلا، اشخاص مسوين مبادره انه يصلحون الرحلات، والمديره تقول والله اليوم ما عندنا فلوس، احنا التربيه عافتنا، مدرسه جديده بس ما عندنا صيانه، والتربيه اخذ عليها 100,000 علامه استفهام، ما اعرف ايش قد علامه استفهام. راح وليد، مدري ابو وليد، ابو محمد من بغداد، تفضل ابو محمد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله عليك اخي العزيز. هي الخطه اول ما صار الاحتلال الى بغداد، الخطه انه تدمير البنى التحتيه للعراق كله. يعني هسه لو ننظر الى الزراعه، الصناعه، التعليم، الصحه، هاي كلها تدمرت. طيب. دمرت بفاعل، مو يعني الشغله اعتباطيه. والا من صار الاحتلال الى هسه شنو اللي حصله المواطن؟ هسه خلينا نجيب مثل بالنسبه للتعليم، بزمان احمد حسن البكر صار التعليم الزامي واجباري، وخلوا عقوبه على ولي الامر اذا عنده رجل شخص امي بالبيت على حساب الدوله، وعقوبه على الامي الحد يمكن 5 سنوات ابتدائي اجباري الزامي للتعليم. هسه حاليا التعليم انخفض الى مستوى صفر. طيب نجي على المسؤولين، يعني تقضي محمد بوزارة التعليم العالي، طبيت مره من المرات لان عندي طالب خارج العراق يدرس على حسابي، لقيت قائمه حوالي 500 واحد كلهم ابناء المسؤولين، من ضمنهم وليد حميد مجيد موسى، ياسر حيدر العبادي، عندك هدى علاء مكي، نقد مباشر بالنقد اعطيها، وكثيرين ابناء المسؤولين كلهم بالخارج، لان هم اهلهم بالخارج يصرفوا لهم نفقاتهم وعوائلهم. هذه كلها من ذا تطلع، كلها من خيرات الشعب العراقي اللي هو انغبن هسه بالوقت الحاضر. الحمايات مالهم، الامتيازات، الدمج، الخدمه الجهاديه، يعني اكو هسه راتبه هو راتب. طيب ابو محمد، يعني ليش وقت يبقى العراقي محروم من 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 خيرات؟ انا اقول لك استاذ سودة ويسمعني الشعب العراقي، أيه. العراق ما بس اصحح لك ابو محمد، ابو محمد بس اصحح لك وياك، طبعا اني اسمي فداء سالم، يمكن انت عندك لبس بالموضوع. عفوا عزيز وعرب، الله يحفظك يخليك حتى وياي. طيب كمل. يعني الامتيازات اللي عندهم هسه، قل له يا مسؤول تعال فقد جنسيتك الاجنبيه واسويك وزير، يقول لك لا والله ما اريد الوزير، اريد جنسيتي الاجنبيه. بكل دول العالم ماكو واحد عنده جواز اجنبي وجنسيه اجنبيه يخليه مسؤول بدوله، هاي يعني بس عندنا صارت. تلقي لي دوله من الدول جواز اجنبي ويخلونا وزير، مدير عام، يخلونا عضو برلمان. طيب. هذا شنو حكينا بها؟ تقليل عدد المدراء العامين، عدد الحمايات، يعني اكو صرفيات كثيره حتى بالنسبه لرئيس هيئه التقاعد المفروض دخل لي شغلات، يعني واحد عنده راتب برلماني، عنده راتب خدمه جهاديه، عنده راتب سياسيين، يعني اول شيء هو من هو بالخدمه الجهاديه؟ انا عندي اخويا راح خارج العراق متونس ونايم رغد، انا 13 سنه والله العظيم ما نمت ليلي، بالاخير انا كل شيء ما حصلت ذاك اليوم ذكرت لك، قلت لك قطعه ارض دار سكن متر واحد بكل العراق ما عندي. صحيح. زين هو جاء 4 قطع اراضي الطور، يعني امتيازات تعال شوفها بالمليارات كان صار عنده. وانا اللي ابو الخدمه الجهاديه المفروض انا استحقها، الشعب العراقي يستحقها، البقعة هنا اذا اكو ظلم احنا تلقيناه، مو هم اللي تلقوه. وما طول هاي الاحزاب موجوده والكتل السياسيه نفسها موجوده والمسؤولين نفسهم موجودين، والله ما يرسل العراق خير مستحيل ابدا بالتالي. طيب شكرا لك ابو محمد، تحياتي لك، شكرا، تسلم، شكرا لاتصالك. عندنا اتصال. هو خليني بس شوي اقول هاي الكلمه، لما تريد تتوظف انت بالدوله العراقيه
ايش قد سمعنا ب ارد القاها لفد مفرده هي هذه بكذبه المواقع الالكترونيه اللي ممكن تتقدم بها وتسوي اونلاين وكل التفاصيل وهاي، لكن بالتالي انت ما تتعين اذا ما تدفع فلوس. وهسه يطلع لواحد من الوزراء ذول الاسباع اللي يسولفوا هاي اللي خوش يسولف ويقول لك انت وين جبتها وهذه واني وقاضيك وهاي اللي تقاضين ولا قاضيك، اذا تقاضينا قاضيك اربع مرات. بس اقول لك الى انه اعطيني كشوفات عن اشخاص دون تزوير، وان تكون هنالك من شركه هي الفيصل بيني وبينك، تقول لي انا عينت ما نسبته اكثر من 50% من الاشخاص تعينوا عندي بالوزاره من خلال نافذه الالكترونيه. حطك فوق راسي، اطلع هنا على الهواء واعتذر منك اعتذار مباشر، والتعويض اللي تقوله حضرتك راح ادفع لك اياه. 50% وفوق من التعيينات اذا كانت هي عبر النافذه الالكترونيه يعني اونلاين. كل العالم التعيين يا اما اونلاين يا اما بواسطه يا اما على اساس الكفاءه يا اما تقديم مباشر. هاي هي ماكو شلون بعد ينزل من فوق يعينوا؟ ماكو شيء. الا بالعراق يا اما بالواسطه يا اما بالفلوس. يا اما بالواسطه يا اما بالفلوس، يا اما بالواسطه يا اما بالفلوس. ما لا كفاءه ولا كل شيء ولا. وبدليل اغلب المنظمات العالميه، وهسه طاي ما المنظمات العالميه هسه احكي لكم بيها، هسه اكتبها ملاحظه عندي. اغلب المنظمات العالميه التي تعنى بانجاز وانتاج المواطنين في دولهم تقول المواطن العراقي او الموظف العراقي نسبه الانجاز مالته والانتاج هي تقريبا حوالي 10% من وقته. يعني هو بالثمان ساعات اللي موجود بيها هو لمدة تقريبا 50 دقيقة هو بس ينجز، يعني تقريبا 50 دقيقة هو إنجازه. لكن أقل من هو لأن هو أقل، يعني هو بالوقت اللي موجود 8 ساعات 7 ساعات هو نسبة إنجازه أقل من تقريبا حوالي 50-56 دقيقة. فأنتوا بعد حسبوها إذا هو هل قد ما ينجز، فمعناها هذا جاي مو كفو، لان يعني الكفو ينجز حتى وان ماكو شغل يشتغل. وايضا بالتالي اكو عندنا ترهل اداري، بحيث حاطين على قسم واحد هو ممكن يستوعب 5، لا احنا حاطين في 15 واحد. منو يعني؟ ابو صالح من بغداد، تفضل ابو صالح. العفو، يعني اي تفضل. بالنسبه للتعيينات عندنا بالعراق اي يعني هي شغله ميؤوس منها. يعني انا اعرف بعض الدوائر وداخلها واضرب لك امثله على هاي الدوائر. حضرتك لو تروح تسوي لقاء مع موظفي امانه بغداد ايه راح تلقي موجود الجد والابن وابن الابن. هيها مع هي ورث امانه بغداد. ايه يعني انا متأكد زين. انا عملت معهم فتره من الفترات باجور يوميه. فمن نطلع اريد نركب مثلا بكوستر او شيء مواصلات. ايه يقول لك هذه فلان هو وعائلته. يعني التعيين بالوراثه. امانه بغداد. ترجع حتى المثل الاعلى للاعلاميين الصحافه والاعلام هي نقابه الصحفيين. ايه اذهب الى نقابه الصحفيين حتلقي الاب والابناء. الام والابناء. طيب. لكن احنا مع الاسف نبحث عن كل شيء الا عداء الموجود في جسد الصحافه والاعلام. طيب. يعني انا اعتبر حاليا مع احتراماتي للطيبين وللصحافه من بقى من الصحافه الحقيقيه. طيب. بان اكبر سند للفساد بالعراق هي الصحافه والاعلام، لان صارت عندنا كماليات. يعني حتى نفسهم الصحافه والاعلام مهدورين. يعني ماكو تعيين، يعني قنوات اي لقاء ويا اي صحفي او مصور والمراسل استغرب، يعني المفروض احنا اللي نعالج، لكن للاسف احنا ضحيه صرنا يعني بالنسبه للصحفيين والاعلاميين. زين ايش حال بقيه المجتمع؟ نعم. ايش حال اللي بعيدين عن الاضواء؟ هو تقول لك سالفه يعني نقيب الصحفيين، تحياتي للسيد مؤيد اللامي، يقول المذيع ما يصرح اعتبره صحفي يعني. ولذلك انا بعد 16 سنه خدمه بالاعلام لما اقدم على النقابه يقول لي والله مو حقك.
هاي واحدة من السوالف مال السيد النقيب اللي بس هو بالنسبة له الفراش الموجود بالنقابة مع احترامي له والسائق واللي يشتغل بمهن ما تبت بالصحافة لا ممكن يصير هو صحفي بس احنا كإعلاميين طالعين وعندنا يعني خدمة وكل التفاصيل وكان أصلا بمناسبة قبل 2003 كل واحد خريج إعلام يمنح نقابة الصحفيين مباشرة تفضل أنا متأكد هناك العشرات من خريجي مئات من خريجي كلية الإعلام ويعملون بالصحافة بالقنوات التلفزيونية وبالصحف ما يقدرون يطلعون هوية نقابة الصحفي هو أنا واحد من عدو ما نخرج إعلام وما ما عندي هوية من الصحفي لما يقبل ما يقبل يطلع لي يقول أنت مقدم برامج أنت تخيل ال 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 يعني الإجحاف بحق المواطن العراقي وصل إلى هاي المرحلة يعني هذا نموذج لباقي المؤسسات اللي موجودة يعني مثلا أقول لك أنا وأنا متأكد من المعلومة في إحدى الدوائر الجدا مهمة خلي أسميها الأمانة العامة مجلس الوزراء الأمانة العامة يطلع واحد إفاد لليابان يشتغل مراسل يعني خدمات دعم. هذا شو راح يجيب لي فتايها لو هذا راح يكون الـ 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 من وراء بعد الطوفان شو يطلع يفاد اليابان وعلى موضوع مختبري يعني ما عليه بالموضوع هو يعني احنا لازم نتكلم بهاي الشغلات لان رئيس الوزراء الجديد ده يقول انا حعالج انا جاي يعني يكمل يعني مسيرته صح لكن غير احنا طيب الاخطاء من ضمنها اهم خطا هو الصحافه والاعلام وما يجري طيب اضيف لك ولو اسمح لي بدقيقه اي تفضل انت جبتها على الهويه مو بس الهويه حاليا يعني تروح على اللي توزعت الاراضي اكو ناس صار له مشارك شهر شهرين حصل قطعه ارض سعرها 200 مليون طبعا اللي عنده واسطه 300 مليون في مناطق قريبه على الائمه المقدسه مثل كربلاء والنجف والديوانيه بها مراقد واكو ناس خدمتهم بالاعلام تتجاوز ال 20 30 سنه لحد الان ما عنده قطعه ارض. صحيح. وانا في يوم من الايام توزيع الاراضي اللي جرى في مسرح الوطني كان هناك شخص صايم فقال له المؤيد اللامي وجه لوجه قال له انا اليوم حفطر وخطيتي برقبتك اكثر من 30 سنه وانا قاعد اجار يجي واحد ما صار له شهرين ثلاثه بالاعلام احنا مو دم يعني نحارب الجدد لا لكن كان المفروض يقسمها لا طبعا اكو احترام لكل الاطراف ابو صالح احترام لكل الاطراف شكرا جزيلا لك ابو صالح تحياتي لك ممنون من حضرتك وبمناسبه وتتحدث عنها السيد مؤيد اللامي نقيب الصحفيين كان اكو يعني جيش من الموجودين بالسوشيال ميديا بمواقع التواصل الاجتماعي انه والله نريده وزير ثقافه هم نقول يا الله شوي خلينا نهدئ وطبعا مناسب هذا الحكي مو على بالكم على الهواء انا حاكي بجروب هو موجود بيه وموجه له الحكي بس هو ما شاء الله شوي ذاهي سايلنت طيب عندنا اتصال سعد من الكويت تفضل سعد 130 استاذي الجمهوريه لديها مليارات تخير العقول الواعيه الرزينه ولكن هناك سوء توزيع وعدم انصاف الزلم والنشامه تريد عمل تريد امن وامان في الحي والحاره في الحي والحاره والشارع والطريق واخر الكلام نتمنى حل جاد سريع للاجراءات وتحيه ورد وعنبر لك للبرنامج شكرا لك تحياتي لك يا سعد شكرا جزيلا العراقي دائما تشوفه اذا كان يتلقى تعليمه نعوف العراقي يتلقى تعليمه ناخذ ابو حيدر من البصره تفضل ابو حيدر الو نعم الاستاذ الاذاعه وياك الاذاعه احنا الله يسعدك هلا قلبي الله يحفظك انت تاتي مع الحكومه تحاول حليب مال الطفل خلوه يباع يشتغل على الجيم تحكم الحكومه تقول هذا هو هيك لي وهيك يا اصلا العزيز الله يخليك لو تحسب على خميس الخنجر اللي كان حامس يا بغداد وعلى الباسكل وعلى الدراجه وخلوه رئيس عضو مال البرلمان ورئيس كتله طيب لو تحسب عليهم على هذا هذه العائله شوف له هذا رئيس وزراء جديد اللي ثلاث مرات قدم استقالته بالحكومه لان ما يقدر يدبرها طيب شو وقت ممكن ابو حيدر شو وقت ممكن
اليوم نحصل على خيراتنا؟ هذا سؤال يعني اليوم انت تسأل نفسك، شو وقت ممكن نحصل على خيراتنا المحرومين من عندها؟ لا تأمل بهاي الجوع والخير قابل العزيز. شو وقت لعد؟ انا اقول لك كل النظام يتغير والاحزاب تنتهي والشعب ينتفض يلا تحصل على شيء. هاي ارادها معجزة. زين انت تتصور يعني حكم فرد واحد صالح بالصعيد صدر حزب واحد شنو القدم؟ ليش ما اول سلب اول وجبه ثاني وجبه غيرنا؟ طيب معناه شنو؟ معناه انه اتفاقيات. طيب احنا نتأمل الخير بهاي الحكم مستحيل. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك ابو حيدر. جيش من العاطلين، 4 ملايين عاطل على مساحة او على عدد نسمة العراق 32 مليون، 4 ملايين عاطل عن العمل. طبعا 4 ملايين عاطل عن العمل، اكو فرق بين العاطل عن العمل وغير قادر عن العمل، يعني اللي مثلا معوق، اللي يعاني من مرض معين، هذول طبعا هذول نسال ياهم، هسه نحكي مو نسال ياهم عوفهم، لا هذول يعني غير حكي. 4 ملايين عندي عاطل عن العمل، يعني يحمل على اقل تقدير مؤهل لان يمارس عمل معين، يعني حتى وان كان مثلا عفوا ما عنده شهاده بس هو يعني يعرف شغله معينه، فهذا اللي مصطلح يطلق عليه عاطل عمل، يعني شخص يملك يا اما شهاده يا اما خبره في عمل ما بس ما لاقي فرصه عمل. 4 ملايين واحد، تخيل ذول 4 ملايين واحد لو كلهم تحطهم، يعني احنا عندنا اكثر محافظه يمكن اتصور نينوى اتوقع ممكن او بعدها بغداد، يعني اذا تحطهم محافظه يعني صيرون محافظه، هم كلهم محافظه ذول العاطلين عن العمل. جيش صدق من اقول جيش من العاطلين عن العمل، اليوم ايش قد تعداد احنا القوات الامنيه مالتنا كلها بكل تفاصيلها توصلها 1.5 مليون 1.7 مليون، عندنا 4 ملايين واحد عاطل عن العمل. يعني لو كل الجيش هذا كل قواته يطلعها واجيب من عندهم يبقى عندهم مليونين. فبس تخيلوا شنو الخطط الفتاكة والنارية اللي كان يحكون إياها بالانتخابات، اللي خلت اليوم بعد مرور 15 سنة من هاي الحكومة، واللي أنتوا كنتوا تحكون تقولون إحنا وذاك الوقت مو زين وإحنا راح نسوي لكم كل شيء. طيب سوي لي كل شيء، تمام ما شفت منك شيء على مود تسوي لي كل شيء، لأن يعني حقيقة تسوي كل شيء بس ما تقدر، لأن يعني صعبة عليك بما يا دوب تحطه بجيبك. فأربع ملايين واحد ما قدرتوا تعينوهم خلال هاي 15 سنة، ما قدرت هذا العدد تنزل لي شوية مليونين 3. معدل رواتب وينه؟ معدل رواتب ابو محمد يلا عمود وراها نعطيهم معدل رواتب الدول بالعالم، هسه اعطيكم اياها شوف ايش قد هاي الدول اللي وين حنقارن نفسنا بها احنا. طيب عندنا ابو محمد من بغداد تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله ابو محمد. استاذ العراق يصير براسه خير ان شاء الله، هو العراق طيب وخيراته سفينه وشعبه طيب كله، بس نذهب الى رئيس وزراء هولندا والسويد ورؤساء دول العالم كله، بالنسبه يقارن الرواتب رئيس الوزراء والوزير مالهم بوزيرنا ورئيس وزرائنا، يروح ويجي على البايسكل بهالحاله ما راح يكلف الدوله شيء. وانا بعيني شفت يا استاذ العزيز رئيس جمهورية الهند اللي نفوسها 1.5 مليار، والله بس السائق يسوق له بالسيارة ويوصل دائرته ويرجع، وشفت بيته حرس شرطي ملفل بشواربه رافعها لي فوق وشايل بندقية كسرية مال سيد أم المفردة. ايش ناس متواضعين رؤساء دول العالم. طيب. احنا هنايا هل يستطيعون يقدمون مسؤول ولو بسيط مدير عام للمحاكمة ويطلعوه علني؟ رئيس جمهورية الهند طلع احد خطاباته اساء للمسلمين بعبارات بسيطه، طلع شخص طالب جامعه هندوسي سوى مظاهرات على رئيس الدوله مالهم وما خطت المظاهرات الى ان قدموا الرئيس مال الهند للمحاكمه والمحكمه العليا الهنديه عاقبتها انذار نهائي، واذا مرت الخساء للمسلمين ينفرد ويتعاقب. احنا هاي الفاكهه تصير عندنا احنا بخير. طيب نعم شكرا لك ابو محمد تحياتي لك. عندنا اتصال. وحدة المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي حددت 3 مجموعات في البلدان من حيث الأجور، شملت المجموعة الأولى بلدان بمستوى أجور أقل من 500 يورو في الشهر، 500 يورو تقريبا حوالي 700 دولار، 700 دولار يعني تقريبا 900 ألف. طيب هسه بس اسمعوا لي الأرقام، احنا طبعا المواطن العراقي عندنا الدرجة العاشرة ياخذ 175 ألف وعندنا 240 ألف، 175 ألف يعني تقريبا حوالي 120 دولار، يعني تقريبا 100 يورو.
لان الارقام كلها باليورو. يعني عندنا تقريبا احنا معدل الموظف مالتنا من 100 يورو ل 150 يورو بعد الدول اللي احنا ما واصلين لها، ما واصلين لها. بلغاريا 261، بلغاريا. ليتوانيا 400، رومانيا 408، لاتفيا 430، المجر 445، كرواتيا 462 يورو، والمواطن العراقي يستلم تقريبا حوالي 150 يورو، تشيك 478، سلوفاكيا 480. هاي الدول اللي هم كانوا ما عايشين بها. هم وين عايشين كانوا؟ عندهم اللخ اللي هي اكثر من 500 يورو، استونيا، بولندا، برتغال، يونان، مالطا، سلوفينيا، اسبانيا، هم كانوا عايشين بيها. هم سياسيين ما كانوا عايشين بذن الدول، بس وين كانوا عايشين؟ اللي هم طبعا دولي اسبانيا 800 يورو والمواطن العراقي 150 يورو واستونيا 500. الدول اللي هم كانوا عايشين بيها اللي من ضمنها بريطانيا 1401 يورو، فرنسا والمانيا 1498 يورو، بلجيكا 1563 يورو، هولندا اللي ما شاء الله كانوا بيها نصهم 1578، ولوكسمبورغ 1999 يورو، يعني 2000 يورو تقريبا. فإذا قارنا الحد الأدنى وصل إلى 1048 يورو والموظف العراقي يستلم 150 يورو. يعني هم كانوا من كانوا هم بعض السياسيين لاجئين في هذه الدول كانوا معدل رواتبهم 1000 يورو، ومن اجى للعراق سوى ادنى معدل للموظف. طبعا هذا ادنى معدل يعني متوسط، ادنى معدل للموظف في دول العالم 1000 يورو، بينما معدل الراتب للأدنى عندنا اللي هو 175,000، يعني 100 يورو تقريبا 100 يورو. بينما هو نفس هذا السياسي اللي كان عايش هناك من اجى وصار جزء بالعملية السياسية يستلم 32 مليون، يعني تقريبا حوالي 20,000 دولار. 20,000 دولار تقريبا تتحدث عن 15,000 يورو تقريبا مع الأرقام. بينما هو من اجى قال كان ما يهمني، مواطن يستلم 175,000 يستلم له 250,000 هذه درجة عشرة، بإجور يومية 120,000، مال رعاية ممكن 150,000، متقاعد كل شهرين يستلم له 900,000 يعني 450,000، ما يهمني، بس أنا لازم أستلم 32 مليون على الأقل، الاسمي ما 6 ملايين لازم. ليش؟ والله أنت سياسي. طيب وذا سياسي شو مستفاد منك؟ أنا اليوم كمواطن عراقي مش مستفاد منك سياسي، بس أنت أولاً مالي لي شاشة بس تطلع بالتلفزيون، اثنين مشاكلكم أنتوا بيناتكم المطاحن والسوالف والدنيا وتصفية الحسابات تصير على ابن الخايبة، شكو مصدر مال عمال تروحون تمارسون هناك تصفياتكم الجسدية، إذا كان من خلال ميليشيات، إذا كان من خلال العبوات، إذا كان من خلال سيارات مفخخة، لأن يعني كل ما صار كان نزاع ما بين الأطراف السياسية بغداد تحترق حرق سيارة مفخخة على الدنيا الأمة كلها. والحد الآن إحنا الحد ما نعرف من اللي دخل داعش للموصل اللي هي من وراها 6 محافظات انهجمت بيوتهم وتهجرة وتدمرة وكل هذولي، بس السياسيين بقوا نفسهم، ما شفت واحد تقدم محاكم، يعني ماكو واحد سبب واحد بس واحد عمي واحد عمي أراضي أنا طبيت لي أنت محافظة طبولها تقريبا هم حسب الإحصائيات الأمريكية ما بين 1500 إلى 2000 مقاتل من داعش، بعدين صاروا 4000 بعدين صاروا 8000. طيب من ذولي طبوا 1500 واحتلوا محافظة كاملة واحد ما مو ذنب؟ يعني واحد مذنب على الأقل أسا أول واحد بالسيطرة اللي ما رمع عليهم أسا جيب لي الجندي، يعني هذا هاي محافظة 6 محافظات عراقية وقعت بيد داعش ماكو واحد مذنب بهم من كل الشلة السياسية من كل المجاميع السياسية من العسكريين المدنيين الحكومة المحلية الحكومة المركزية ولا واحد مذنب بكل القضية، يعني ما أدري عقل يشيلها. بينما مثلا عادي احنا عندنا تقريبا حوالي 2,300,000 مهجر، عادي احنا بالعمليات العسكرية تقريبا حوالي العدد وصل حسب الإحصائيات الرسمية وشبه الرسمية إذا سويها بمتوسط تقريبا حوالي 65,000 واحد، عادي احنا عندنا تقريبا حوالي اكثر من 12,000 عائلة قتلت عن بكرة ابيها كلها العوائل، عادي طبعا احكي بست محافظات، بس ما نتقدم احنا واحد من السياسيين نقول هو هذا صوته؟ لا
شلون يصير؟ يا هذا سياسي، هذا يعتبر بعيد عن كل الشبهات. خلل بالدولة العراقية في عام 2014 ما يتحاسب عليه شخص واحد، أدى إلى تهجير 2,300,000 شخص من بيته، ما يتحاسب واحد واحد مذنب؟ ولكم هذا هتلر، هتلر راد يخسر المعركة ضرب روحه طلقه وخلصها، هذا هتلر. يعني هو انتحر، قال لك أنا بعد ما أدبره. ليش؟ لأن عنده غيرة عسكرية، عنده شرف، عنده ناموس، على قولته هن عنده حظ وبخت. سر الزلمة هو مو من عندنا، بس احنا نقول انتوا ما عندكم هذا الاحساس. ضميرك يا اخي شلون تنام انت؟ انت شلون تنام الشخص اللي انت تحس اكو مسؤوليه باتجاهك او باتجاه الاخرين؟ شلون تنام بالليل وانت تفكر او يعني يجي يخطر في بالك شايفهم بالتلفزيون فاتوا من يمك، واحد حكى لك قصه جتك بالواتساب، انه عندك 2,300,000 مهجر من 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 عوائلكم، من العوائل العراقيه؟ طبعا عوائلكم، لأن عوائلكم كلها فول، كلها بالدول المجاوره او خارج باوروبا، فقاعدين مستقرين. ما سمعنا يوم واحد من ولدكم استشهد مثل ولدنا العراقيين اللي استشهدوا واللي بدمائهم يعني رويت الارض العراقيه. ما سمعنا واحد من عندكم مات بعبوه بانفجار بقناص باغتيال، بس ولد الخايبه بسيارات مفخخه يصيرون مريده، ما نلقى من عندهم لا شكل ولا دنيا. لا سمعنا واحد من عندكم انتم الثله السياسيه اجى وحس على ضميره وقال لا انا استقيل من منصبي لان انا ما قدرت اقدم شيء. لا انتم هيك، لا انتم هيك، منين الله جابكم علينا؟ ما اعرف شو وقت يصير عندكم هذا الاحساس باتجاه المسؤوليه باتجاه العراق، ما اعرف. لا انت تنتمي للارض، عندك جوازين، متجنس جنسيتين، لا تقبل تعوف هاي، لا تقبل تعوف هاي، منا تاكل وتكرف ومنا تاكل وتكرف. لا بقيتوا لنا بيوت، لا بقيتوا تعيينات، لا بقيتوا سيارات، لا بقيتوا دنيا، كل شيء ما بقيتون. وتاليها المواطن العراقي الفقير المقروض اللي يستلم له 200,000-300,000 لازم، وهي انا ذيك الحلقه اللي حكيتها اللي ما تصور وصلت للاخرين، يا اخي انا هذا بلدي اكو حقوق وواجبات. الحقوق ما لاقيها، لا ولا في اليوم وصلتني حق من حقوقي، والواجبات ما اديها وبزياده. اليوم اجي اني كمواطن عراقي ما عندي بيت، اروح اشتري بيت، يعني هيا هاي اجمع، هسه تفايت انه هسه هذول الناس اللي تهجرت من بيوتها ايش ما جمعتها؟ مو تافله المر لحد ما جابت بيوتها، تالي تهدمت وهسه يقول لها تعويضات، يقول لها ما عندي والله تعويضات، والله ما بقى فلوس عندي. طبعا ما بقى فلوس، كلها ببطنكم، بقيتوا فلوس انتم للتعويضات للدنيا الهاي. هذا تدري بيه الباني بيته اللي بتعب وبدين وسلف وباع وشقى وتدمر، وجوز واحد جت على الفارغ يعني على الحاضر جت، يجوز احتمال، بس احكي عن هذا. بينما انت جت كلها على الحاضر، كلها على الحاضر، ما تعبان انت يعني. مثل هذا يقول لك كان الامين العام للامم المتحده بان كيمون، لكي يقلق يدفعوا له ما ادري ايش قد 40,000 مدري 50,000 بالسنه، بس عمود يقلق لانه يعبر عن قلقه، يعبر عن قلقه. انت بس عليك تقلق وتشجب وتندد وتطلع تهوس مدري وين، وتطلع لمؤتمر صحفي وعندك صراع ويا فلان، وقدامهم قدامنا باللقاءات تصير هنا المرادم من الطلعون، واحد يستلم على الاخ يقول يلا وين حنروح هسه احنا سوا؟ صدق كذب؟ منو يانا؟ مجيد تفضل. الو السلام عليكم. يا هلا بك مجيد، تفضل كمل، شنو عندك بعد؟ مجيد والله ما دا اسمعك زين. شباب قبل ما تاخذون مجيد بس تاكدوا ما عندك، ما كلش بدا اسمعني يعني ولا حرف. اقول استاذ اي يا الله انا قلت والبرلمان اعضاء الشعب العراقي، اريد اقول لانه هم يردون عبر الشعب العراقي لسيارات العراق من مصر لتكون عظيمة. ماذا كش مدى اسمع جيت؟ انا اعتذر من عندك، كل شيء مدى اسمع، ولا خلى بتليفونك لو بالشبكه ما اعرف، يعني احنا الحمد لله نسحب اتصالات والامور طيبه 100%. فبالتالي الحقيقه ما تحدثت بيه هو بمراره كلش كبيره، لما تحدثتكم انا عن انه هذا السياسي وهيك يسوي، يعني هواي كل يوم عندنا من ملاحظات احنا على النخبه السياسيه كلها اللي نشوفها احنا من 2015 من 2003 لليوم. والمشكله يعني
لما أعاني اليوم مثلا أكون في أتصدر المسؤولية مثلا اليوم ضمن هذه المؤسسة القناة صرت بالمسؤولية، هسه لما أجي أنا أنتقد القبلي أو القبلة أو أنتقد سياسة المؤسسة لازم أنا محضر أشياء تكون أكفأ من اللي موجود. بس أنت خلي في بالك اليوم إحنا مع احترامي واعتزازي الأغلب ما رد أسمي بعض لأن بعد ماكو بعض، أغلب الأشخاص اللي جاءوا على رأس المسؤولية يا أخي كان أسوأ من اللي قبله. هم نقول قبل عمي رحمه الله وادي سوانا فلان سالفة، على الأقل سوى فلان شيء، واحد عندي من المسؤولين يا أخي حمية يعني كذب كذبة ما صار، هاي كذبة التاريخ يمكن إحنا نسميها، من قال إحنا بال 2014 مدري 2018 مدري 2016 قال نصدر كهرباء للدول المجاورة وإحنا لحد الآن هي ترمش، هي موجودة جاية وترمش. يعني هل من المعضلة اليوم هذا الملف ملف الخدمات بالنسبة للعراق بكل مفاصلة، إذا كان ماء ومجاري، إذا كان بنى تحتية، إذا كان كهرباء، كل هذني هذا ملف الخدمات مع أستاذ العمل بس مشتغلين على هذا الملف هم كان على الأقل فتشي. وأنا حكيتها قبل حلقات قلت هسه الطيني خلي يطلع لي اليوم وزير ما بيها شيء، نتناظر أنا أدعو الوزراء بالحكومة السابقة بحكومة السيد العبادي وبحكومة السيد المالكي ندخل أنا وهم مناظرة، هو إحنا عندنا مكتب ببغداد ويطلع منا كمان قاعد هنا. قل لي إنجازاتك خلال الأربع سنين اللي أنت استلمت بيها الإنجاز اللي يسجل إليك، مو تقول لي أنا والله مثلا نفرض جدلا كانت المدرسة خمس رحلات سويتها عشرة، هذا ما عليه هذا توسع تطوير، إنجاز شيء جبت ليه جديد شغلة سويتها اليوم أنا أطرحها للاستفتاء بالنسبة للعراقيين، أنتوا شو رأيكم هذا يعتبر إنجاز لو مو إنجاز؟ هيك هيك الطيني. يعني على مدى عملي أنا بالإعلام كل مرة أتذكر حكومة من الحكومات السابقة سوت إنجاز والله العظيم مالقة حتى ما أكون مجحف، يمكن أكو تفاصيل بسيطة وممكن أكو إنجازات كبيرة بس ما مثلا يعني على مستوى مثلا الطرق والجسور، طيني في الجسر وارجع اقول نفس السالفه عدم البصره طوني في الجسر سووه بعد 2003 فجسر واحد، هسه ما اريد اقارنك انت وتقول لي ها وهذا من جماعتي في... ما اريد اقارن بس اعطيني انت جسر، هسه عمي جسر شارع بلطت لي مساحته او مسافه مالته اكثر من 300 كيلو 200 كيلو، سويت لي انت محطات سياحيه على جوانب الطريق في شارع سياحي، بنيت لي مؤسسة تعليمية جديدة مول أهلية حكومية مؤسسة تعليمية جيدة يشار إلها بالبنان مثلا، مؤسسة صحية سويت لي أنت مركز يعنى بأي تفصيلة معينة بأي مرض معين مو أهلي حكومي يقارن بالآخرين، هاي غير نحكي إحنا بعد شو عندنا ذكرونا شباب الموجودين فريق الإعداد إذا عندنا، سويت لي أنت اليوم مدرسة نموذجية مثلي كان عندي أربع خمس مدارس أنا قبل 2003 كان عندي مدارس نموذجية كانت تعرفوها تطوع مرة سوي لهم دعاية الناس يقول لك بس العراقيين كلهم يعرفوها، عندنا كان مدارس نموذجية إعداديات ومتوسطات سويت لي مثلها اليوم وأنا أقول هي هاي بعد يا قطاع ماء مجاري، قل لي أنت اليوم شبكة ماء مجاري إذا كانت وزارة البلديات أو أمانة بغداد أو الحكومات المحلية في المحافظات بنيت لي بنى تحتية مجاري ماء وتصريف مياه الأمطار وذني التفاصيل كلها الملحقة بها لمحافظة كاملة نص المحافظة ربع المحافظة مركز المحافظة يا عمي غير هيك هاي هي سهل إنجازات. طيب اعطيني إنجاز سويته أنت بمجال الأمن بحيث أنا اليوم متطور عن المنطقة منطقة دار مداري هاي الدول أسهل حسب تركيا إيران كويت سعودية الأردن سوريا، طيني أنا أقول أنا غالبهم بفلان شيء بالمستوى الأمني، وأرجع وأقول لكم نفس القصة بال2007 مع السيد عبد الكريم خلاف اللي كان بوقتها وكيل وزير الداخلية قال لي عدنا إحنا معمل جنائي معمل جنائي لكشف الجرائم وذني معمل جنائي سواء واحد هم يعرفه معمل جنائي شنو، قال عندنا هذا المعمل الجنائي هذا صفة شخصية اللي قال لي قال هذا المعمل الأول بالشرق الأوسط كله يعني ولا دولة بالوطن العربي كله عدها هذا المعمل الجنائي، قلت له شنو إنجازه قال لي ما دن يعني أكو تدريب وما أعرف شنو فتشي هيك، واليوم أنا كم جريمة عندي
عام 2008 هسه 2007 عندنا المعمل الجنائي، 2006 اقول خاف تخوني الذاكره بجانب معين، 2008 اعطيني 2010 كشفنا جريمه كانت مستعصيه مثل ذني المسلسلات الاجنبيه اللي نشوفها نحن. عندنا؟ ما عندنا. زين بالتالي ايران، هاي ايران بصفنا صدر لنا السايبه، هاي السايبه السياره اللي دمرت العالم. انه بالعراقيين ما خلصوا من الكواتم، ما خلصوا من الميليشيات، ما خلصوا من القتل، من العبوات، من السيارات المفخخه، من المجاميع المسلحه، ما خلصوا من ذني، قامت السايبه تكتب بالعالم. سويت لي بايسكل مثل سايبه؟ ماطور مثلها؟ هي سويت لي وحده مثلها؟ شنو وصلت بيه اليوم؟ انا احس اليوم العراق متطور لان عنده مجموعه من الخيرات اللي اليوم موجوده عنده. هاي قلت لكم احنا حام الذهب ناكل عاقول، وقبل حلقه الحلقه اللي فاتت واحد من المشاهدين قال والله حتى العاقول ما لاقي ناكله. نسبه فقر عندنا كلش عاليه، نسبه تعليم متدنيه، خدمات تكاد تكون معدومه، واني البرميل صعد 110 و120 نزل ب 22 ب 23، صعد على حاسبي على 46 على 43 صار 56 واحنا ما ندري به، نزل صعد لل 80 نزل لل 50 وهذا البرميل يصعد وينزل وانا كل شيء ما عندي على ارض الواقع، ما عندي انجاز ل 15 سنه من عمر الحكومه ما بعد 2003. صبري منين؟ من صلاح الدين. تفضل صبري. تفضل صبري. صلاح الدين اضيف عيلة. يا هلا بيك. اهلا وسهلا، شرف بكم برنامجكم. الله يخليك يحفظك. يا مرحبا. انا متقاعد. اي صبري كمل. من صلاح الدين من 2084. 2084 شنو؟ أعطونا منحة الحكومة على أساس هاي العشر ملايين، أخذوا رواتبنا كلها ينطونا بشهر 100,000 دينار. 100,000 دينار بالتلفزيون اسمع. الشراء يعيش ب 300,000 دينار. طيب. شكرا لك صبري. يعني احنا شنو المنحة؟ غير يعينون المتقاعد؟ صح. طيب شكرا لك صبري. انا الحقيقه يعني هي ملاحظه اللي من بدايه التلفزيون الله اوجده او من بدايه ما اكتشف الانسان ودخل العراق في سبعينات القرن الماضي لليوم نحكي نفس الجمله، نص التلفزيون اسمعني من التليفون، نص التلفزيون اسمعني من التليفون، هاي صارت قراءه الصف الاول نحكيها مع اعتزاز واحترام بالجميع، الله يخليكم، ما افتهمك انا سيد حكيت شنو 2000 و1984؟ المهم فشوي ركز لان عندنا مشاركين رائعين وان شاء الله الاخرين هم شوي يكونون ويانا يعني عون احنا حتى تقدر نوصل صوتك وهذا البرنامج لك انت حتى تسولف بي يعني انا اجيت ابغى اسولف انا اسولف لي 45 دقيقه ولا 50 دقيقه انت تسولف بي. فبالتالي يلا بالتالي وصلنا للاسف الى مرحله قمنا دائما نتحدث الى انه ليش وقت راح تبقى خيراتنا مو انه ننتظر بعد عمرين، ننتظر بعد 5 سنين، 10 سنين، 100 سنة، قرن، تخلص يوم القيامة، شو وقت؟ لأن اليوم العراق يدخل له أموال يعني حدث بما تشاء وكل شيء ما بحصل من عنده. ودائما أقول هاني للسياسيين والله العظيم والله العظيم والله العظيم أقسم بالله العراق بيحبه. نلتقي دائما على خير، إلى اللقاء.